مشروع الرياضة المدرسية هو مشروع للنهوض بالرياضة في المدارس، بيتم تقديمه على أساس عدة محاور، وهي كيفية بناء التلميذ بدنياً على أساس سليم من خلال أداء حركي صحيح منذ الصغر، بيمنعه من حدوث تشوهات من الممكن إنها تظهر مستقبلاً. بتأتي مرحلة توفير الأدوات الرياضية داخل المدرسة اللي بيمارس فيها الطالب أنواع الرياضة المختلفة خلال فترتي الدراسة والصيف، وكمان في محور بيتضمن كيفية رفع مستوى وكفاءة مدرس التربية الرياضية عن طريق دورات تدريبية للتأكد من انتقال المعلومة السليمة للتلميذ داخل المدرسة بمساعدة الاتحادات الرياضية اللي بتقوم بمنح بعض الأدوات المختلفة من كل لعبة. كل ده بالإضافة لتزويد المشروع بالحكام المتخصصين بكل رياضة. في نفس الوقت بينظم المشروع محاضرات لتلاميذ المدارس في السلوك الرياضي ونبذ العنف والتعصب، وكل ده من أهم محاور المشروع. قيام التلميذ بممارسة الرياضة داخل المدرسة دون أن يغادرها إلى مكان آخر هو حق لطلبة المدارس في ممارسة الرياضة دون استثناء، على أن يتم اختيار مجموعة منهم للرياضات التنافسية من خلال مدربين كشافين في المشروع بيتم إفادهم من قبل الاتحادات الرياضية المختلفة واللي بتوقع على بروتوكول تعاون مع المشروع منذ بدايته. فكرة المشروع المطروحة حالياً أمام وزير الشباب والرياضة أن تكون المدرسة مؤهلة لتحويلها إلى نادي صيفي، على أن يقوم التلميذ بممارسة الرياضة داخل المدرسة، وهي فكرة المدرسة الجاذبة، وكمان إقامة دوري للمدارس خلال الفترة المقبلة داخل المدرسة ومش داخل مراكز الشباب فقط، وده بيعطي الفرصة لاشتراك أعداد كبيرة من التلاميذ وبدون أي تكلفة على الدولة. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، واخر فقره النهارده في مصر جميله. النهارده يوم الابتكارات ويوم الحاجات الحلوه والايجابيه بزياده. النهارده يوم اتكلمنا فيه عن حاجات كتير جدا ايجابيه، وهنتكلم كمان معاكم فقره ايجابيه جدا وهي اهميه الرياضه في المدارس واهميه تطبيق الرياضه والنشاط الرياضي في المدارس سواء طول العام سواء في الشتاء او في الصيف. معانا نموذج محترم، نموذج جميل جدا بيثبت ان انت ممكن تطلع بطل بدل ما تقعد يطلع عينك عشان تدور على البطل الاولمبي وتخلقه. عندك ابطال ممكن يبقوا اولمبيين، ممكن تبقى نواه لبطل اولمبي في يوم من الايام، لبطل عالمي في يوم من الايام، بيبتدي من المدرسه. فكره عبقريه وبسيطه جدا. البطل بتاعها استاذ ياسر الشربين، مستشار وزير رياضه السابق لرياضه المدرسه بشكل عام، وهيكون معانا كمان استاذ وحيد ابو النجا، ولي امر طالب يوسف وطالب محمد. طالب يوسف وطالب محمد واحد في رابعه وواحد في سته ابتدائي، والاثنين دول ابطال من ابطال الريشه الطايره. طب بقوا ابطال ازاي؟ خلونا بس نبتدي بفكره الموضوع اصلا جه ازاي استاذ ياسر، وبعد كده نعرف الابطال دول بقوا ابطال ازاي وعملوا ايه وكسبوا مين وهيبقوا ايه ان شاء الله. استاذ ياسر اهلا بيك. نور اهلا بيك يا استاذ حاتم. ازي صح؟ صباح الخير. ونتكلم مع حضرتك على الفكره ومبادره المشروع. هو الفكره الحقيقه انا ابتديت من بدري قوي، من اكتر من 7-8 سنين. انا رياضي بطبعي من صغري، فكنت دايما مهموم بالرياضه بصفه عامه ومشاكلها في مصر، ازاي نتفوق رياضيا، ازاي نكتشف مواهب، ازاي مصر بلد من ايام ما كنا تعدادنا 65 و70 وصلنا 90 مليون، ازاي احنا مش ابطال؟ ليه احنا مش ابطال؟ فبدات افكر الاقي كل حد يطلع محترم طبعا يقولوا الرياضه المدرسيه. طب ليه فين الحلول؟ بدات اجمع بعض الخطوط، بدات اقول طب انا ليه ما افكرش بحل ان انا انشط اعمل تنشيط للرياضه المدرسيه جوه المدارس. نزلت وعملت ورحت كل ده مع نفسي، نزلت دخلت مدارس، اتكلمت مع اطفال، اتكلمت مع مدرسين، هو مش في حصه الالعاب في المدارس عامه؟ بقيت احضر حصه الالعاب في المدرسه. بقيت استاذن مثلا اقول لهم انا واحد بلعب رياضه وبطل في لعبه كذا، لو سمحتوا بس عايز اكون موجود بعلاقات شخصيه. ادخل اشوف حصه التربيه الرياضيه واكتب طب ايه اللي بيحصل في حصه التربيه الرياضيه؟ ماتش كوره.
يا ريت كوره بين فريقين وخلاص، ده لو في كوره وملعب لو في كوره بقى يقعدوا يكتبوا اي حاجه. يعني طبعا كل او بذره الدوم دي اللي كنا بنلعب بيها زمان دي لو في كوره على ايامنا احنا دي بقى. احنا زمان كنا بنلعب رياضه. فبدات افكر وبعدين بسافر كتير، سافرت ورحت كوريا ورحت اليابان ورحت هونج كونج ورحت ماليزيا ورحت جنوب افريقيا بطولات، يعني كنت بلعب بطولات. فاشوف الناس دي ازاي بتشتغل، ازاي بتنتج، ازاي في الرياضه. بدات افكر في الموضوع ده واحده واحده لغايه لما عملت ملف كامل خاص بتطوير النشاط الرياضي داخل المدرسه. عرضته على معالي الوزير المحترم السابق الاستاذ طاهر ابو زيد، كان وزير الرياضه 2013. تمام. والحقيقه شاف الموضوع ولقى ان الموضوع هايل وموضوع كويس جدا وان احنا محتاجينه. قعدنا ساعتها مع الدكتور محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم في الوقت دوت يعني. فتواجدت في وظيفه مستشار الوزير لمشروعات الرياضه المدرسيه، وقعدت مع معالي وزير التربيه والتعليم، بدانا نكبر الموضوع، بدا يحط افكار، قال لي طب احنا عايزين بدل ما يبقى الموضوع رياضه بس، احنا عايزين نهتم بالانشطه ونحولها قومي وسياسي وبعد قومي ازاي. فانا قلت له احنا ممكن نفكر في الموضوع ده، مدى تاثير ممارسه الانشطه داخل المدرسه على التعليم والصحه، وبدات اربط الثلاث خيوط ببعض. عشان ما اطولش بس على حضرتك واسيب الابطال يكملوا، جه بعد كده معالي الوزير حصل تعديل وزاري، ومعالي الوزير طاهر ابو زيد خرج، ومعالي الوزير الدكتور محمود ابو النصر خرج، وللاسف المشروع توقف. عشان الوزير لما بيمشي ما بلاقيش اهتمام مع حد جديد، والظروف الله اعلم يعني. حاولت كتير، خبطت كتير، عرضت الموضوع كتير، مرفوض مقابلتي تماما، مرفوض مناقشه المشروع. طيب اعلى قياده سياسيه في مصر مين؟ اعلى قياده في مصر مين؟ سيادة رئيس الجمهوريه. تمام. الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تقدم لرئاسه الجمهوريه كان من اهم الملفات اللي هو بيتكلم فيها الرياضه امن قومي. طبعا. وبالصدفه ويشهد على هذا الوزير طاهر ابو زيد، ويشهد على هذا الوزير محمود ابو النصر. انا المشروع بتاعي عنوانه الرياضه امن قومي. تمام؟ طيب رئيس الجمهوريه طلع مره وقال الرياضه امن قومي عندما ترشح لرئاسه الجمهوريه. ونحن نثق جميعا في سياده رئيس الجمهوريه. سياده رئيس الجمهوريه طلع في مؤتمر 2030 اللي هو نظره مصر ل 2030 للمستقبل، طلع وقال ضروره الاهتمام بالانشطه داخل المدارس. اكيد. وطلع اتكلم في المؤتمر ده، ومن احدى النقاط المهمه جدا اللي معالي سياده الرئيس ركز عليها. رد سياده الوزير وزير الرياضه وقال احنا هنعمل دوري مدارس. طيب دوري مدارس هو مش الحل، سياده الرئيس بيقول انشطه مدرسيه. طيب دي تاني حاجه. ثالث حاجه، لقيت ان سياده الرئيس طلع في احدى القنوات الفضائيه اتكلم على الانجازات السنتين اللي فاتوا، بيتكلم على الفتره الجايه، وكان من ضمن الفقره اللي سيادته اتكلم فيها بيقول طب احنا بلد 90 مليون، ايه الطريقه؟ مفيش طريقه نقدر نكتشف بيها مواهب. وراح مبتسم سياده الرئيس وقال تمام، وهو موجه كلمته لوزير الرياضه بناء على سؤال من الاستاذ اسامه كمال. راح سياده الرئيس بابتسامته الجميله واحنا كلنا واثقين فيه، قال يعني اضطر اجيب خبراء من بره. طيب يا سياده رئيس الجمهوريه، انا مواطن مصري، انا معايا اللي يعمل انشطه لداخل المدرسه، مشروع قوي يعمل يمارس انشطه. انت ابتديته اصلا في بني سويف وابتديت في مدرسه، ده الحماس. سياده الرئيس قال ايه؟ اللي عنده حاجه يشتغلها. طبعا احنا ما بنقفش. تمام. طيب جه وقال ازاي نجيب الاطفال للمدرسه خلال فتره الصيف، وده قالها سياده الرئيس برضو. طيب انا بدخل انشطه داخل المدرسه الرياضيه، انا بجيب بعمل نادي صيفي، انا بكتشف مواهب. اوكي. اللي التقط الموضوع ده وكل الاحترام ليه، انا فضلت بحارب احاول اخبط برضو محدش بيرد عليا، لقيت المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف اهتم جدا بالمشروع وطبقناه. انا بطالب سياده رئيس الجمهوريه ان يشوف النتائج. طب عايزين نشوف الابطال بقى على طول بقى النتيجه اهي. ادي النتائج اهي. نبتدي بالوالد. نبتدي بيوسف. نبتدي بالوالد بس يشرح لنا. اولاد حضرتك متميزين في ايه؟ حضرتك نرفع المايك بس بعد سيادتك. الفكره طبعا بتاع الاستاذ ياسر الشربيني اتعرضت علينا كاولياء امور في المدرسه ان في فكره جديده كنشاط او تطوير النشاط الرياضي في المدرسه فرحبنا بيها، فقعدنا طبعا وشفنا الامكانيات اللي ممكن تعود على الطالب ذهنيا وبدنيا وصحيا. فالاستاذ ياسر اللي لقيناه المشروع بتاعه رابط صحيا ورياضيا وتعليميا. تمام. فده طبعا لمصلحه الاولاد ولمصلحه مصر كلها. طبعا. فطبعا عرضنا الموضوع وبدانا نمشي فيه ونساعد اولادنا ان هم يروحوا ونتابع المدرسه
ازاي بيدربوا الاولاد وازاي بكده وازاي يوصلوهم. فطبعا اول مشروع جال المحافظ بن سويف دكتور شريف حبيب وجال مدرسه فعلا مدرسه انور السادات بقريه بيابشين مركز ناصر والتقى بالاولاد ويعني لعبوا قدامه فعلا واعجب بهم جدا وطالب الاستاذ ياسر ان هو يهتم اكتر بالقرى والارياف دي. تمام. فوصل المحافظه وعمل لهم مدوره هناك فاخدوا الاول والثاني والثالث والرابع على مستوى المحافظه داخل المدرسه. من ضمنها ادوات لعبه الريشة الطايره. تمام. وبشكر الدكتور علي حسب الله. تخيل حضرتك لعبه الريشة الطايره دي ناس كتير قوي ما تعرفهاش. صحيح. طفل زي ده حب لعبه الريشة الطايره. طب محمد احكي لي انت عندك كام سنه؟ عندي 10. وانت في سنه كام؟ رابعه. وانت بقيت بطل وانا شايف شهاده وتشهد محافظه بني سويف. مش اي حد بياخد شهادات جامده كده يا عم. جبتها ازاي؟ ده ما شاء الله. كنت بتعلم الريشه الطايره كنا مش عارفينها خالص. عجبتك؟ ايوه. حلوه اللعبه دي؟ ايوه. يعني لو زمايلك بيسالوك نلعب اللعبه دي تقول لهم اه ولا نلعب كوره؟ تختار ايه فيهم؟ الريشه الطايره. الريشه الطايره. وانت انت خدت المركز ايه؟ الاول ولا الثاني ولا احسن لاعب؟ احسن لاعب. احسن لاعب. يا ده حاجه جامده جدا يا عم. 11 سنه. تحت 11 سنه. طب وانت شايف كده ان انت ممكن تبقى بطل في يوم من الايام؟ ايوه. عايز ترفع علم مصر كده والنشيد الوطني في دوره اولمبيه مثلا او في بطوله عالم او حاجه زي كده؟ ثانيه واحده مش بس ثانيه واحده يعني الى جانب ده شهاده تقدير تتشرف اداره المدرسه ان تمنح الطالب محمد عبد الله قرني هذه الشهاده تقديرا للحصول على المركز الاول في امتحانات نص السنه. يعني هو متفوق كمان. رياضيا ومتفوق كمان علميا. يعني احنا دلوقتي بنقول يعني ان هو متفوق دراسه والرياضه ليست عائق. وانا بحلم ان انا لو رحت في بطولات اكسب ميداليه وارفع راس مصر. الله عليك. هو ده الشباب اللي احنا عايزينه. لو ابتدينا بسن زي ده انتماء ورياضه وتعليم. صح. يعني انت عايز اكتر من كده وصحه. يوسف دخل بطوله الجمهوريه. احكي لي يا يوسف انت عملت ايه؟ انا بدات في المدرسه وبدات اتفوق فيها واشكر الاستاذ ياسر انه هو اللي نفذ المشروع واتم عليه. بشكر الاستاذ عبد الله برضك ان هو وقف جنبينا ودربنا. وتفوقنا وذهبنا لبني سويف واخدت المركز الاول على المحافظه وصلت بطوله الجمهوريه واخدت الدرس الدار ال 16. يعني بشكر وهي لعبه ممتعه جميله حبيتها وبتساعدني في التفوق. طب انت يا يوسف قبل ما تلعب الكره الطايره كنت سامع عن الريشه الطايره عفوا كنت سامع عنها؟ يعني انت وانت في البلد وفي المدرسه بكده عارف ان في ريشه طايره؟ ابدا. تعرفت ازاي على اللعب؟ بعد ما الادوات جت المدرسه الاستاذ عبد الله قال احنا هنعمل فريقين اللي نفسه في حاجه يلعبها. احنا بدانا في الريشه الطايره وكره السرعه فاني تميزت في كره الريشه الطايره وبدات اتفوق فيها ومع مساعده. كان في العاب ثانيه انت ما تعرفهاش وتعرفت عليها لما الادوات جت عندكم المدرسه؟ تمام. طب استاذ ياسر يعني احنا لما كنا طلبه كنا بنصدق الاجازه تيجي ونكت وخلاص بقى والصيف ايه يا عم لا احنا عايزين نسافر ونضحك مش عايزين نشوف سور المدرسه. ازاي قدرت انك تقنع الاولاد ان هم يجوا في الصيف ويمارسوا رياضه وان هم يبقوا ابطال خصوصا ان احنا يعني دي نواه ومش احنا عندنا مرحله النواه خلاص احنا بقينا ابطال خلاص ده دخل يعني بطوله جمهوريه عايزين بقى نشوف يعني الاتحاد الريشه اخباره ايه الدنيا عامله ازاي هنعمل ايه بعد كده هنشارك في بطولات بعد كده الدنيا ماشيه ازاي الاول ازاي اقنعتهم ان هم يلعبوا؟ هقول لحضرتك على حاجه. احنا دلوقتي انا قلت لحضرتك في البدايه خالص انا عشان اعمل مشروع زي ده لازم ادرس لازم اشوفه لازم ادخل المدرسه. لما دخلت المدرسه لقيت ان احنا في معظم انا بتكلم عن المدارس الحكوميه لقيت ان احنا مفتقدين للادوات الرياضيه داخل المدرسه. الطفل لو شاف اي اداء يعني حضرتك قال لك كره سرعه ريشه طايره في حاجات للياقه البدنيه الطفل لما يشوف ده يعني بيجري عليها. اي خلاص حبها عايز يلعب عايز يجري وممارسه وليس التخصص دور المدرسه ممارسه عامه. تمام. فالطفل لما بيشوف الادوات دي داخل المدرسه وبيتحصل القيمه التعليميه والدرس بتاعه طيب في الصيف دلوقتي هو نفسه يلعب دلوقتي في فين يقدر يلعب؟ الالعاب دي في المدرسه بس. انا دلوقتي مستحيل من رابع المستحيلات ان نلاقي ولو 2% من تعداد مصر يقدر يشترك في انديه
كله دلوقتي بنتكلم في ارقام عاليه جدا، فبنتكلم على قرى كلنا منها طبعا. طيب. ولازم نكمل، مش في مراكز شباب في القرى؟ مراكز الشباب دلوقتي حضرتك، مع احترامي انا مش عايز اتكلم في حاجه غير تخصصي، مراكز الشباب بيدخل بفلوس تمام، بيدخل عشان يمارس حاجه لازم يتكلم مع مدرب عشان يقول له طيب خدني دربني جربني انا انفع في اللعبه دي ولا لا، انا عايز طفل يجري، عايز طفل يلعب رياضه. فلقيت الاطفال انجذبوا، لقوا ادوات رياضيه، ده دور بقى مدرس تربيه رياضيه اللي انا قعدت معاه. خصوصا ابتدائي من تحت خالص من السن بالظبط، انا ابتدائي بتكلم قطاع ابتدائي. ازاي تم تدريب مدرس التربية الرياضية انه يتكلم مع الاطفال دي ان تعالوا في فترة الصيف، تعالوا في المدرسة في نادي صيفي، النادي ده فيه جميع الادوات، اعمل اللي انت عايزه، العب في المدرسة. زائد ازاي يتكلم مع اولادهم، اتعمل دورات تدريبية وتثقيف وتوعية للاولاد والاولياء الامور في السلوك الرياضي، في نبذ العنف، كل حاجة اتعمل، قياسات بدنية للتلميذ داخل المدرسة. وكل ده مجهود شخصي مش مدعوم من جهة او حاجة يعني؟ لغاية دلوقتي غير مدعوم الا بمحافظة بني سويف، جهود ذاتية لغاية دلوقتي. وهي مدرسة واحدة لسه ما بدلت ولا اشتغلنا في ثلاث مدارس؟ ثلاث مدارس بس، هو مدرسة بني سويف بصراحة هي يعني، والمدارس التانية اشتغلت كويس. بشكر المهندس دكتور علي حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطايرة، جاب ادوات مجانا، الكرة السرعة جابوا ادوات مجانا، في ادوات بعض ادوات اشتريناها بس لسه بنعتمد ميزانيات للموضوع ده. بس حضرتك النقطة بتقول عليها دي اخطر نقطة، ازاي انا اجيب التلميذ في فترة الصيف جوه المدرسة، ازاي ابعده عن حاجات سيئة، عن كل حاجة وحشة. ودي الاستاذ وحيد برضو ممكن يتكلم فيها لانه هو ولي امر. تمام. النقطة الاخيرة بس اللي عايز اتكلم فيها دلوقتي، انا دلوقتي لسه بخلص اولمبياد، انا ليه ببص في لحظتها ان انا عندي اولمبياد بعد سنه، الحق هات 3 لعيبه اصرف عليهم 70 مليون جنيه. طب ما انا ابتدي من السن من دلوقتي 20 سنه قدام ولا 15 سنه قدام، هتبقى انا ببص على اولمبياد 24 28، طفل عنده 10 سنين قال لحضرتك ايه، انا نفسي ارفع علم مصر. وعنده 10 سنين لو مسكنا طفل زي ده، وده بقيه المشروع اللي مرفوض من جهه معينه، ان انا اعمل اكاديميات داخل كل محافظه ترعى المواهب دي والاتفاق مع الاتحادات. صحيح. بس انا عايز الاستاذ وحيد هو اللي يرد عشان انا. طب سريعا يعني استفدتي في 10 ثواني عشان الوقت البرنامج خلص. حضرتك طبعا بالنسبه للصيف لازم الاولاد، انا كولي امر باخد اولادي، عندي 3 اولاد مش في نفس المدرسه، باخدهم التلاتة واسلمهم لمدير المدرسه او المدرس بتاع النشاط واقول له خلي عندك دول العصر يلعبوا يتعلموا الادوات اللي عندك يستفادوا منهم، وفي نفس الوقت بلمهم من الشارع ومن السلوكيات الفاسدة، بعد مع التدخين والمخدرات وكل في المدرسة كأنهم بيتعلموا مرحلة المدرسة، مفيش أجازة عندي. هو بيتعلموا كل حاجة طبعا، عندي في أولى ثانوي وأولى ثانوي أزهري، والأستاذ يوسف طبعا البطل بتاعنا في نفس المدرسة بياخدوا اخواته معاه. تمام. والحمد لله تمام، واشكر الاستاذ ياسر يعني على المشروع بتاعه. تمام. وتطوير جميل، واتمنى من السادة المسؤولين واناشد رئيس الجمهورية ان يهتم بالاولاد دي ويدعم هذا المشروع في المدارس، ويعني مشروع جميل جدا. تمام. ونرفع كلنا راس مصر. هو اللي طالب. تمام. وده مشروع امن قومي يعني، وكلنا بنحب مصر وتحيا مصر. ما كانش اقل من 10 ثواني، ثلاث ثواني، ما كانش هيتم ده غير بوجود ادوات رياضيه داخل المدرسه، بتاهيل مدرس التربيه الرياضيه على الكلام ده. طبعا. تمام. طبعا. شكرا لحضراتكم، بنتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نلتقي، والمبادره بتاعت حضرتك والفكره تعمم في كل المدارس، وطبعا بنناشد الساده المسؤولين النظر مره ثانيه في هذا المشروع اللي هيربي لنا كوادر واللي هيربي لنا ابطال نقدر ان احنا ننافس بيهم في البطولات العالميه ان شاء الله في السنين القادمه. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شوف بكره ان شاء الله فريق عمل جديد مصر بقى.